إذا لو جينا الآن على الحالة هاي اللي فيش فيها سبرينج رح يروح عندي سبرينج هذا اللي موجود هون، فهذا رح يبطل موجود هون، هذا رح يبطل موجود هون. والآن إذا عندي عندنا هون فان أو بومب، هاي رح أحط هون كلمة فان أو سنترفيوغال بومب، رح يصير عندي أول شيء بدي أحول من أوميجا، إذا هون في 60 على 2 باي صار عندي هون N وحدتها RPM. هلا بدي أربع N فبندخلها على في فانكشن اسمها U سكوير، هاي هاي هيك شو بتعمل؟ بتربعها، بعدين بدي أضربها بK، هذه K ملهاش علاقة بالزنبرك هناك، هاي K تبعت الفان، نحطها هيك K فان. وبعدين هلا هاي من هون بناخذها هاي، صار عندي هذا السيستم كأني عملت الآن موديلينج. وفي عندي احتمال يكون انيرشا حتى لو في فان، الفان لها انيرشا، فهاي الانيرشا تبعت الفان، هاي الدامبينج تبعت الشافت، وهذا الكوفيشنت اللي موجود هون هو الدراج اللي على الفان هون اللي هو صار كي ان سكوير، اعطاني تورك طرح منها. هون مين بيجي عندي؟ التورك اللي جاء من المحرك، من المحرك رح اجيبه من هون، وهون طلع معي. هل انا مهتم بالسرعه ولا البوزيشن بالحاله هاي؟ السرعة. السرعه، انا مهتم بسرعه الفان لانه السرعه هي اللي رح تعطيني الفلو. اذا فعليا انا هذا ما رح احتاجه. لو انه السيستم هذا بوزيشن كنترول سيستم، لو انا عندي مثلا بدي اجيب بوزيشن معين، عندي روبوت ارم، روبوتيك ارم او ساتلايت ديش، بصير عندي سيتا مهمه. هون انا اهم بارامتر بدي اتحكم فيه هو هذا، لانه هذا بيتناسب مع الفلو. مظبوط؟ اوكي؟ إذا هاي هلا صارت تعطيني الفان، هلا هذا صار بمكنني أعمل موديلينج لميكانيكال لود، فأنا عامل موديلينج كامل للميكانيكال لود بالكومبوننتس هاي الموجودة هون، طبعاً اللودز بيختلفوا، في لودز ثانية، ممكن المرة الجاية نحاول نعمل لود ثاني، نعمل هويست ونعمل له موديلينج، لأنه في ناس منكم ممكن يشتغل على هويست.